صباح الخير. يا هلا يا هلا، ما شاء الله اليوم الجو. ايه هذه نفس الغابة، تسمعون عصافير، اشكال وانواع العصافير ما شاء الله. اهم شيء بالسفرة صار البطاريات، هذه عدة البطارية. شوف انا شو مسوي، حركة هني الراوتر موصله بالبطاريه، مخليه داخل الجنطه هذه ومخليه يشحن على طول. هالبطاريه هذه انكر 20,000، حق الراوتر حق الربع كله. طبعا لها اكثر من منفذ هني، منفذين، والمهم المنفذ الازرق هذا اللي تشوفونه، لانه منفذ كوالكوم 3. هذا مفيد حق اهل السامسونج لانه يشحن اسرع، ويقولون ان الايفون القادم راح يكون فيه نفس الخاصيه هذه. وطبعا المنفذين فيهم خدمه الاي كيو. الاي كيو معروفه طبعا انها تعطي الجهاز اللي تركبه سعته وبس، يعني لما يفول تليفونك يفصل من نفسه. غير ان بطاريات انكر فيهم ميزه الامان، اللي هي يعني لو ركبت واير في التماس ولا شيء البطاريه تفصل من نفسها. انا بالنسبه لي 20,000 مفيده ورئيسيه حيل. هذه يعني مثلا حق ويكند كامل تروح العبد ولا شيء، تكفيك الويكند كامل اذا انت بروحك طبعا. واما هذه بنفس المواصفات، نفس منفذ الكوالكوم هذا تشوفونه، بس هذه بالنسبه لي هي اللي احبها اكثر، لان حجمها حيل صغير على مقارنه يعني ب 10,000. هذه 10,000 من الامبير، يعني شوفوا هذه 20,000 وهذه 10,000. هذه يعني تقريبا تفول تليفونك الايفون 4 مرات او 3 مرات ونص، قول 4 مرات. يعني اذا استخدامك بروحك هذه تكفيك وزياده بالسفر، تحطها بهالكيس وتعتمدها. اللي بيشتري اي شيء من انكر يدير باله لا يشتري من مكان على قولتهم بطاقه، لان في تقليد واجد بالسوق. يا تشتري من وكيله نفسه، يعني دايركت اللي هو شركه البعد السابع، ويوصلوا لك اياه للبيت، او تقدر تشتري من الموزعين كلهم. حتى وايرات انكر نفس الطريقه، وشواحن انكر. حطوا بالكم لا تشترونهم الا من مكان رسمي. بحط لكم الحين رقم وحساب شركة البعد السابع اللي هي الوكيل الرسمي بالكويت، حتى اللي بخاطره يشتري كميات مثلا أصحاب المحلات وكذي يقدر يتواصل معه. جدولنا يوم تسوق إن شاء الله. لا بس نبي تسوق بازارات وكذي. بازارات وممشى وكل شيء يعني. يلا. اسطنبول مصغرة بدون زحمة. الجرة شلون بنص الشارع؟ ما ادري، خلينا بنص الشارع. شوف المنطقة ما شاء الله. هذه مصنع للماي من نفس الجبل. شوف هذه كلها بطول الماي. ماي مشهور هذا اسمه سيرما. هذا مطعم ريوقنا اليوم. نتر كوي. كوي يعني قرية، نتر يعني نترال، يعني قرية طبيعية. يعني هذا المكان عثماني كذي. ما شاء الله. شوف المطعم شلون كراسيهم وقعدتهم برا. على الشلال، على الشلال تحتك، هذا اللي نازل من الجبل فوق الثلج. بما ان الجو شوي مطر وبارد، حاطين هالنايلونات هذه داخل هالكراسي. صراحة مطاعمهم ديرة مو مطعم، في قعدات هني داخل وفي هناك وفي. شوف هذا اللي مسعورتكم اياهم. شوف الشلال. طبعا انت قاعد بين نفس الجبلين كذي، والجبل مرتفع له فوق. ابو عبد الله يكلم متابعين. يا الله، شيء عجيب والله، شيء عجيب. شوف ينزل ماي مني يروح ويصب مني داخل. والله صراحه المطعم يا جماعه شيء عجيب. هذا الطباخ الظاهر. السلام عليكم. السلام. فهد ما شفت ارطغرل؟ لا والله ما شفته. لا قصوا الخبزه وعط اللي جنبك كذي، يعني هذه اخلاق العثمانيين. يا الله. طبعا ما في مائده تركيه ما فيها لحم. بيض باللحم. هذا الماي اللي مساع صورناه، المصنع اللي هني على نفس الشلال هذا. عافيتوس. تشكر درم. بعد تشكر درم. يا
سلام على المطعم هذا. بالصيف كله قعدات خارجية. الحين ترى قاعد ينزل مطر ها؟ والله قاعد أشوف، شوف الكراسي 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 هذه كلها. إذا صار فل بالصيف منو اللي يطبخ لهم؟ شنو أي مطعم يطبخ حق هذول كلهم؟ المطعم مو مجرد على قولتهم مطبخ ومطعم. شوف الأكواخ اللي فوق هذه على طول الجبل، أكواخ أجرها باليوم. السلام عليكم دار الروم المؤمنون، انتم السابقون ونحن اللاحقون. ظاهر انه يشترون الارض هذه كذي حق العائله، وبعدين يسوون يحفرون هني مقابرهم. ظاهر كذي اتوقع. صبر صبر، هذا متوفي 1922 23 مواليده 22 مواليده متوفي 2011 11، وهذا ثلاثة كاتبين. شوفوا الاسم فوق بعدين ار الفاتحه، يعني يريد الفاتحه الظاهر ولا شيء، وفوق مكتوب بالعربي هو الباقي سبحانه. طبعا المقبره صايره عند المول هذا اللي مريناه من ساعه، قلت لهم قريب لازم نزوره، قالوا لي تو مبطل، صار له تقريبا شهر اول مره ندشه. شكله هذا المكان اللي تحت حلو حق الاطفال، العاب حيل كبيره، مو كبير حيل المول لكن شكله زقرت جديد. هذا اسمه المجمع يا جماعة، للحين ما تبطل. شوف للحين قاعد يرممون، قاعد ينزلون بضاعة هني، يعني للحين ما حتى تحت نزلنا. أغلب المحلات مسكرة بس في هذا ميقروس، طبعا ميقروس معروف نفس كارفور تقريبا. حلو هذا، قريب ترى من معشوقية. فستق، شوفوا فستق 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 فستق، هذا كله بطعم الفستق. ها ها كل شيء بطعم الفستق. الحين احنا بسكاريا ديرة فرات على قولتهم، يعني بين ارضه وبين جمهوره. بروح مكان على قولته يقول سمول تقسيم، نفس تقسيم بالضبط بس هنا. هذا هو شارع طبعا ممنوع فيه السيارات، وكل محلات يمين ويسار. هم بعد في على اليمين وعلى اليسار كذي تفرعات، تفرع منها اماكن كذي. هذا المحل حيل مدحوا لي اياه ال سي. شوفوا هذا ما شاء الله، شوفوا الجدام. اقول لكم هذا المحل حيل مدحوا لي اياه، قالوا رخيص وحلو. والله كلها ترى ماركات، بس ماركات تركيه طبعا، اهل تركيا يعرفونها. تفرع هني شارع على قولة فرات، يقول هذا كله كافيهات، كله قهاوي. شوفوا كافيهات وقعدات خارجية. يقولك هذا حتى الخليجيين اللي جون يحبون الشارع هذا. تشيكن شاورما. فعلا احنا لاحظنا ترى اغلب المحلات هني شاورما تشيكن. السلام عليكم. ما شاء الله هذه 4 ليرة. 4 ليرة يعني يا جماعة تقريبا 300 فلس الشاورما. ايه شوفوا يا جماعة هذا المبنى اللي تشوفونه هذا مسجد. شوفوا هناك المحراب وتحته محلات. ايه الشاي بليرة هني، شاي 1 ليرة. اوكي الايجارات هذه كلها تروح للمسجد، يعني هذه ايرادات للمسجد. اها اوكي. هذه طبعا اكلتنا امس فهد، هذه الحارج. بس والله لذيذ امانه، ايش رايك فيها؟ والله انا بالنسبه لي صراحه عجبتني، حيل حلوه ترى، خفيفه حيل، لان ماكو الخبزه مالتها رقيقه وكلها خس، بس انها حمضه، اللي ما يحب الشغلات الحمضه مو شيء. يا جماعه خوش شارع صراحه، عز الله. انا وجهه نظري، انا رحت تقسيم، انا اقول احلى من تقسيم، والله انظف تقسيم، مو ذاك الزود. هذا صراحه المحل شد انتباهي، الظاهر مخبز.
شاء الله. قل لك كل يوم يوميا كلها فريش انواع البيتي فور هني وهني خبز. ارجع واقول احلى من تقسيم وانظف، اهم شيء انظف من تقسيم، التقسيم مزعج حيل. هذا طبعا راعي دندرما الايس كريم. والله اخذ اكسرها طاحت بيدك. من بعد التفرع هذا كله قهاوي تشوفون على اليمين وعلى اليسار، قعدات خارجية. هذا نهاية الشارع طبعا طويل حلو والله. وفي نهاية الشارع يقولون سيدة على اليسار البازار القديم. خلوح نشوف بازار مدينة سكاريا. يا حلو صوت الأذان. هذا كله ورد التوليب الحين موسمه وقت الربيع. شوفوهم وقت الوضوء حاطين مكان لتعليق الملابس اللي هو الجاكيتات، لان كلهم يلبسون بوالطه. هذا بالنسبه لهم هني بسكاريا، هذا البازار القديم. هذا تفرع طبعا، وهناك الثاني. هذا على قولته محل قديم حيل، تركيش كافيه، قهوة قديمة. هذه تكملة البازار. من بعد هني نصها كذي مسقف ونصها هذا محل القهوة القديمة. شوف شلون زحمة واقفين دور. ها شريت؟ ايه تو ماتش اصدقاء واجد هنا. شوف سلموا شلون من فوق الراس. السلام عليكم. على قولة فرات يقول هذا كله قاعد يسوي له ترميمات يبي يعدلونه، بس ما شاء الله كبير والله. السلام عليكم. طبعا سوالف المكسرات، سوالف صابون هناك بعد. امي امس شافت فهد شاري جوز، قالت لي اشتري لنا جوز، بس هذا مقشر يما احسن لك، هذاك تتعبين وانت تكسرينه. طبعا بالكويت يقولون كم، تقول لي كم كيلو؟ 9 دنانير. هني ب 60 ليره يعني تقريبا 5 دنانير. هذا مشمش وهذا مشمش، بس قال لي هذا احسن، يقول هذا فريش اكثر. ذقتهم صراحه هذا فعلا احلى. شوفوا هذا الفستق اللي فوق غير اللي تحت. اللي فوق من مدينة عنتاب، غازي عنتاب، واللي تحت من شو اسمها؟ سيرت. وبعد تجربة سيرت يفوز صراحة، سيرت أقوى، أقوى من هذا. زون النفس نيشوس. كبير، أقول له تشوف أرطغرل يقول لا أنا أصلا عايشة أصلا. كبير يا فرات، كبير. يقول الشارع هذا كله اسمه شارع الجواتي. كله جواتي وكلها صناعة تركية. اشكال وانواع. طلع ربع ابوه. بوسط البازار قهوة تركية. الشباب يقولون نبي نقعد هنا. المحل هذا صار له 100 سنة. 100 سنة عمره 100 سنة، الحين بيعطينا قهوة تركية. بس انا ابي شاي ترى ما ابي قهوه. ايش عندهم؟ شنو؟ هذا اللي شفته امس الرئيس. هذا البراك. البراك صديقنا. هذا يا جماعه العمده، وهذا صديقنا براك اللي هو يعتبر رئيس الحزب العداله والتنميه بمنطقه سكاريا. وين السكرت؟ وين السكرت؟ كان متريق ويانا ما ادري وين راح الحين. اول شيء جايبنا كوب القهوه في ماي حار، شوفوا قاعد يدخن عشان شنو؟ عشان يسخن الفنجان وبعد شوي يصب فيه القهوه، بعد شوي يكب الماي ويصب القهوه.
طيب الحين اصب القهوه. بات تيست لازم تيست تيست يلا تيست مامي عاد تشري بقهوه المفروض تعطينا رايك. اوكي ها شوف هذا ما يتجننهم داخل ايتير ها؟ ثمان سنين تعمل له عرس كذي طهور انتم بتسمونه طهور نسميه طهور احنا انت هناك ما بتعملوش حاجة عندنا بالكويت واحد اسمه مشتاق مشتاق باكستاني نص الكويت بيعرفوه كويس خليك تركي هذا داون تاون مال مدينة سكاريا صاير بين البازار اللي كنا فيه وبين شارع التقسيم اللي شبيه بتقسيم هناك البازار والداون تاون وهذا شارع تقسيم اللي مساعدين منه هذا شارع ثاني بعد نفس تقسيم تقريبا فراتي بيودينا حق صديق ابوه السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ما شاء الله عمره 80 يقول ما شاء الله يا معود هذا بياع حزم هذا بعد ما شاء الله شارع ثاني نفس الطريقة شوف هذا اللي جينا منه هني يقول فرات في داخل سوق مغطى خلينا نشوفها شنو شكله خضر سوالف خضروات وفواكه بس مغطى كشكات كلها كشكات شوف الفواكه كيلو كلها كذي حلو هذه المكسرات والبهارات هذه شفتوا هذه هي لما يقشرونها تصير كذي شو اسمها؟ خرشوف عشان يرش الخضار تشكر درهم طبعا القصاب كل ظاهر كل خروف بكيس ما ادري او كل بقره بكيس يمكن سوق السمك وينك يا ابو شميس شوف شلون يعرضونهم يحطون لهم ورا يسندونها كذي واحدة عشان تود هذه بعد محلات هني كلها سي فود من قريب تشتري من سوق السمك ويطبخون لك هني اذا تبي ابرة مالت الايفون ومتوهق ما لقيت خذ لك اي مجلة او اي بروشور وشيل الدبوس اللي داخل هذا شفته ارفع الدبوس كذي وافتح تليفونك هذه فكرة ضبطني فيها عبد الله خبير واذا خلص طبعا ردت كذي وساكرات كنا مولك هذا الاصفر اوتلت تركي وهذا كله شوف حتى خارجي في بعض خارجي الحين رايحين على خلاص ملينا من السوقه نبي نروح هذه البحيره بويلازرار ما شاء الله يلا خلينا نشوف نبي نشوف ذوقك الحين بعد لها دخلة هي يعني دخلة كذي مرتبة والله صراحة روعة البحيرة تقدر فيها كراسي تقدر تاخذ كراسي بكل مكان وتقدر تشوي طبعا بعد يا جماعة يبيلها شوي مركب وبعدين شوي اجار قواري اجل قواري هذه قهوة بنص البحيرة ما شاء الله سبحان الله جو يا جماعة
نمبر 1 في سقاري الصراحه من ناحيه جماليه يعني جماليه وبيكنيك ورحله وشوي وبسكليت عجل والله انت اللي رهيب يا انا اشوف الشوايات موجوده بس من وين نجيب اللحم بنجيب الماركت برا في البدايه اللي دخلنا من عندك كل شيء كل حاجه يعني اقدر اجيب من بيتي نفسه انت تقدر تجيب من بيتك واقدر اشتري من هناك طبعا ومتبل جاهز كل حاجه والفحم الفحم برضه بيجي من عندي نفس طريقه القصب فهد يا فهد هلا نبي نشتري الحيمات وفحم ونبيك تضبطنا ابشر بس انا اغير من اللحم نبي سمك سيباس عود انت بديرة لحم استمتعوا اللحم استمتعوا الله تشير بالرد انا وياك املاح ريولك كلش ما تشيلك لا يا جماعه صراحه البحيره روعه جدا حتى هذه شوف مو ناحيه البحيره ناحيه الغابه ابعد رهيبه شوفوا كل مكان تقدر تشوي وهذول قاعدين يشون مستمتعين صراحه يا جماعه الجو العام هنا بالبحيره رهيب جدا خصوصا اللي بيجتمعون ياجرون قواري او يقعدون ويشوون نفس هذول الشباب سلام كذي عندك بقاله وطبعا كراسي لها اول ما لها تالي حتى هناك موجوده حتى يعني فوق الغابه وهني شوفوا نايم قرير العين ما يدري عني هني تبي تاجر هذولي تمشى بالبحيره صراحه الجو هني روعه توها عاد طلعت الشمس يا اخي وقسم بالله يعجبوني الاتراك مهتمين بكل شيء حتى الشحن حاطين لكم شو مكان تحط فيه تلفونك الشحن وتسكره من المطر ولا الجو ايفون سامسونج حتى نوكيا سامسونج هذا مجاني ولا بفلوس يشتغل يا جماعه بطاقه شمسيه يعني يشحن تلفوناتكم بطاقه شمسيه والله برافو ومجاني احلى لهم شباب ما قصروا فرات وربع جابوا لنا هاللحم هذه كفته وهذه والله ما ادري شنو كان نفس الريش وباذن الله الحين بنضبط الشوي على الاجواء الحلوه هذه الفحم جاهز الشواية هذه والشيف جاهز ها والله بالحبيب ضبطنا بهالكفته ضبطنا بالكفته الصبح في شيء متى متبله الصبح ما شاء الله عليك ما شاء الله في شيء محشب جبن فيك تضحك انت نايم فيك تضحك في شيء محشب جبن في شيء لا عادي وين المحشب جبن؟ على حسب الرابط وين المحشب جبن؟ شوف هذا جبن اكيد هذا لا فاضي او كم اجرته فهد؟ 5 ليرة شنو الساعة؟ كم؟ ما في بريك راح لا تدش بالشوي بس قريبة عند هالقعدات النقازيات هذه حق الاطفال شوف بأربعة ليرة بس ما أدري عاد كم الوقت جولة قبل الشوي وينك تعال بس تعال يا جماعة أحلى شيء إن البحيرة كلها مسكرة وما تدشها إلا بفلوس فبالتالي الشوارع يعني هادية شوفوا طبعا العائلة قاعد يشون قاعدين هنا كل مكان جهز حتى عزكم الله في حمامات بس ما ادري عاد نظيفه ولا مو نظيفه سبحان الله فعلا جنه يا اخي والله ما تصورت انا نفسي ما تصورت يعني تركيا بهالجمال شفيك وقفت فهد يلا ما شاء الله عليك الاجواء كأنها تشبد بالضبط ها؟ يلا جنة يا اخوي لا والله الاجواء يا جماعة رهيبة اجرناهم باربع ليال وصلنا ليل اخر ردينا بس زقرت صراحة وين الشباب شو هو ولا تو؟ هني يا جماعة عدة الشوي هذا الفحم اذا تبي حطب او ولعة هذه يعني شبك سوالف كبير يا الشيف نبي كفتة تركية أصلية مزيجة بالتراث الكويتي بين التركي والكويتي نبي
ضبطنا ضبطنا عطني سلام. بسم الله. كبير كبير يا ابو وليد. ها يا شباب الشوي جاهز عبد الله. يلا شوي شوي. عاشوا عاشوا الشباب. اللي واقف هذا مختار سكاريا، واللي قدامه هذا اللي مسح وردكم صورته مال الحزب. ها يعني رحنا ناكل هناك. اوه شقردي هذا مضبطنا هناك طاوله تبع المحل، يعني نعطيهم فلوس شوي بس يضبطونا بمشروبات. طيب هذا الحين نايم. تشكر درهم. كبير كبير يا ابو وليد والله كبير. مضبطنا بالعبدلي، مضبطنا بالزلفي، مضبطنا بتركيا. يلا يلا بسم الله. جزاهم خير البقاله هذه ما ادري المطعم جابوا لنا المشروبات والسلطات والخبز بعد. هذا الملح فهد شو اسمه بالتركي؟ اسمه طز بالتركي. طز بشنف رجال ما يفتخر فيك. فهد شنو التتبيله؟ التتبيله شنو؟ شو متبله فيه؟ ولا شيء ولا شيء، انت حتى تحط الملح بعد. ما ضفت شيء انت ها؟ لحم ومكرونه. انت متبلها الصبح اليوم؟ الصبح. اللبن حاضر، الايران حاضر. والله فهد هذه السجق بعد انت اللي متبلها؟ ها؟ بين بين الحين صجيه بينت. هذا شنو فهد هذا؟ هذا ستيكات بس على طابع التركي. اه. ربع امس ويوم شرينا الحمام انا ويا الليل طقيتها مطرقه وضبطت. صدق والله؟ والله عقب هاللبن هذا. اقول بوينه. في غسيل داخل؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. اوه هذه البقاله من داخل. هذا الفراش اللي قعدنا فهد. انا اوريكم اجواء البياع اللي بالبقاله. شاي ها؟ شاي. شاي ضبطنا شاي. تي تي على قولته شاي. جماعه والله الاجواء ولا اروع. ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف 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 الكسل، شوف الكسل. يعطيه لحم وهو ما له خلق، حتى ما له خلق يقوم ياكل. هالكسل هذا. حط بعيد شوي، حط بعيد شوي خلينا نشوف. اتوقع ما راح. شوف ما له خلق، ما له خلق. اه يقول يقول الكبير حيل حيل بالعمر. شاكر شاكر اسمه شاكر. شاكر ايه. شلون الاجواء هني ولا بالزلفي؟ صدق عاد والله. عاد والله تسوى هذه. يا كبير يا ول. نفس الدفع. اي يعني. خمس ساعات هذه بالطياره وهذيك خمس ساعات بالسياره. نفس الشيء يعني ها؟ هناك هناك ها؟ والله امس فهد زعلوا عليك واجد من اهل الزلفي. لانك صراحه يعني كسرت بزلفي. عاش 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 عاش. يلا يلا ها يلا كفو. كم وصل؟ كبير. انا طحت بغيت. كم وصل؟ اوف اوف اوف. ما شاء الله ما شاء الله. عماد عاش. عماد عاش. 600 600 600 اوه 700 ما شاء الله. يلا عاش عاش مره ثانيه مره ثانيه. فرات يبي فوق الألف. 800 يمكن 800. عاش السايق أشرف. كبير أشرف. أوه أشرف الزعيم. مو عاجبه يقول. خلينا نشوف خلينا نشوف خلينا نشوف خلينا نشوف خلينا نشوف. أوه تمام. فهد تكفى لا تكسرها فهد. لا 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 تعال. لا تهور لا 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 لا. عاش والله عاش. والله بغيت اكسره. ام كات مال اذا جبت. اه يلا يلا تحدي تحدي. عاش عاش 1000 كبير مسكين. دير بالك يور هاند يور هاند.
داش عماد يلا ها اخر واحده شاف 300 اللي يبي خلفيه حق تليفونه يخوش خلفيه الحين بصور لكم اياها رايحين فيلا المعشوقيه عمي ابو محمد الشلال اللي مريناه امس عازمنا على استكانة شاي وين هو فيلته هذيك ثاني واحده فوق ها هذيك هي اللي فوق الله يبارك له يا رب يا حلال ابو محمد صراحه عقب ما صورت ذاك اليوم ردود افعال واجد عندي بالسناب هذا اللي اقول لكم تقدرون تركبونه ساتر وتغطون بينكم وبين جيرانكم فيصير مثل الساتر كذي تاخذ راحتك بالحديقه السلام عليكم يا هلا ايش اخبارك شو العلوم ان شاء الله مرتاح ابو محمد الله يجزاه خير مضبطنا بقعده خارجيه بس الله يهنيك يا عمي عمي الجو الحين كلش مو مال مسبح ها بس الصيف شو الوضع الصيف لا بالصيف الجو حلو سباحه عاديه يعني الظهر يستانسون العيال ناتق هذه عمي ما شاء الله ابي كتيني بالصيف تمرني بالصيف والله يجزاك خير الله يجزاك تشوف الاضافات في شغلات بحطها قبل لا ارد الكويت انا 10 ايام مو مطول اي بس اذا الله اعطانا وياك العمر قول ان شاء الله ان شاء الله عقب رمضان على شو الله يجزاك خير هذا بالصيف بالصيف راح تشوف القعدات هني والورد والزرع والله يبي لا اتوقع هني لو مثل مظله شيء رايك بالنسبه للجو هني انا ما ترى اول مره اجي هني انا اشوف الحين الجو روعه بالصيف شلون الجو بالصيف جميل جدا سبنجة باردة بالصيف ابرد من بورصه والجو جميل وساعات حنا بالصيف ما نبطل لا مكيفات ولا غيرها شرع البيبان ما يصير كنا زحمه انا يقول لي سبنجة هي منطقه خليجيين فيها يعني وايد كويتيين زين هذا ترى بعد يعطيك امان شوي اه صح قصدك مساير وكذي وايد الناس السيئه صح صح اللي ما شفته بالديره تشوفه الحين اي صح اه تروح المسجد الاخضر ولا الكويت هناك ما وريته لا اروح ما اروح اروح على يمي اصلي فروضي واصلي حلو حلو هم بعد جميل وجود الجمعه ما شاء الله عمي رحنا المسجد هذاك مال يقولون واحد كويتي كنا متبرع فيه هذا سؤال من فرات يقول ايش رايك ايش رايك بالشركه فرات وربع فرات سالفة الأثاث وما الأثاث مساعدتهم الحقيقة الإخوان يعني ما قصروا الحمد لله عماد كان ويانا طول عماد عماد عاش عماد الإلكترونيات أو الأثاث كله وياكم عماد وشباب عماد جزاه الله خير عماد ويانا وكان هو همزة الوصل سهال أبي أسبوع يا أبو ادفع بس على طول يجيب لك إياه تفصال الأثاث ولا جاهز؟ إذا تبي تفصال يفصلوا لك إذا تبي الجاهز موجود ممتاز ممتاز حتى القياسات البرادي نفس الشيء حلو 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 عمي ابي الحين احنا اعطيتنا ايجابيات صبنجه بشكل عام نبي سلبيات صبنجه شنو الشيء اللي مثلا ناقصها صبنجه ليس مدينه اي صح قريه يعني ما تقول فيها مولات ومجمعات بس السكاري امس رحنا سكاري منطقه ثانيه اي وازمه بس ربع ساعه يعني ازمه سكاريا ربع ساعه ازمه كذلك يمكن حول ربع ساعه دوفان مول وتروح اللي امس رحنا عليه صار دوفان خوش مجمعات بس انا قصدي من حكي منطقه قريه يعني انت تسكن فيها هاديه اهلها ناس طيبين حلو معشرين احسن من اسطنبول أحسن يعني حق مصيف يعني الصيف ممتاز يعني صح حق اللي يصيف ويا اهله وياخذ ومكان محافظ على قولتك مسجد موجود ومساير يعني لو خيرت الفيلا بمسبح ولا بدون مسبح ايش رايك؟ طبيعي اللي حصلت بالمسبح افضل لكن ما حصلت بالمسبح بدون مسبح اكيد صح بس العيال شلون وضعهم بالصيف؟ العيال ما يبون الا ما تقول ما يطلعون الا المغرب تشم عقول قدر ما يطلعوا الا ويا
والله ما شاء الله ابو محمد يمدحك يمدح. والله يا راجل محترم. الله يجزاك الله يجزاك. انت اللي وديت الاثاثات والمواضيع. ايوه انا وديت رحت معاه في الشارع بتاع الاساس وكل يعني كل حاجه. عمي ابو محمد الله يجزاه خير بيورينا الغرف فوق. بيورينا ذوقه بالاثاث ما شاء الله تبارك الرحمن اصلا مبين من هني ابو محمد. طبعا الدور الاول يكون صاله وهناك المطبخ وعزكم الله حمام. وفوق ثلاث غرف والدور اللي فوق غرف. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه الغرفة الأولى بالدور الأول. ما شاء الله. وطبعا كل الغرف ماستر. فيها ما شاء الله. نوعية. إيه شيء حق الشمس وشيء. يعني حتى حنا أنا أدور منهم حتى كذي بالكويت إحنا عندنا طبقة واحدة. إيه إيه هذا إيه. أوه ما شاء الله. واحدة تور كذي واحدة. عسى الله يبارك لك. الغرفة الأولى مساع. وهني في غرفتين هم بعد كلهم ماستر. هذه أصغر شوي. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. وهذا هم بعد حمامها فيها. وهذه البلدات اللي تسولف عنها. خوش فك. وهذه هني بعد هم بعد غرفة. وهني غرفة الغسيل والأوتي والسالف هذه. والفوق غرفة بعد ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن عسى ربي يبارك لك يا رب. كلهم ماستر أربعتهم ماستر بس هذه فيوها أحلى لأنها مرتفعة شوي. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه فعلا هني الفيو اللي فوق. ما شاء الله صورة والله صورة. هذاك فوق الثلج اللي أمس كنا فيه. المكان هذاك هو اللي فيه الثلج. تصعد له وفي بعد تلفريك. تصعد له طبعا بالسيارة. وفي فوق تلفريك. عمي تأثيث البيت كامل من ناحية أثاث ومن ناحية مكيفات تلفزيون وكل شيء أجهزة. إيش كثر كلف عليك كلافة؟ خلينا نقول بالكويتي مثلا. كله بأجهزة الأثاث. كلف عليه حوالي 7000 دينار. ما شاء الله 7000 دينار. ففصلته كله تفصل. النجار خليته ياخذ قياساتي. بس هو بعد تفصل. بس هذا. تحت. كله من استخبار. ما شاء الله. اي صح صح لا عسى الله يبارك لك يا عمي شيء مرتب وما شاء الله عسى الله يجمعكم ان شاء الله على الطاعة. اي هذه طاولة الطعام ما شاء الله. الباب خارجي في حشرات واجد عمي بالصيف انا اشوفكم ركبتم. بالصيف بالصيف. تمام حلو ملاحظة حلوة بس حلوه حيل فكره هالتور هذا. التور هذا ما شاء الله كذي يدش عليك الهواء وانت ما شاء الله. ما يدش عليك شيء من حبيت قاعده الخارجيه كتبرتك ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله عسى الله يحفظكم يا رب. صح صح عسى الله يهنيك عسى الله يهنيك. والحمد لله يعني مكان حلو. عسى الله يهنيك ان شاء الله ويطول عمرك على الطاعه ان شاء الله يا عمي. تجهيزات شيء كذا من داخل. ممتاز. البيت من داخل ومن برا السباحه ينفونه ويعبونه. ممتاز ممتاز. الفلاتر والمضخات ما يبارد بس في شو اسمه تمر هني لا باذن الله باذن الله ان شاء الله اذا جيت هني صيف باذن الله لازم نتقهوى عندك. حتى ليت اسطنبول ولا بورصه ازرق هني. في ناس ما شافوا سنابات امس وبخصوص الفلل هذه اللي معروضه الحين للبيع عند الشباب في شركه كويت اناضول. البيوت طبعا من ناحيه التصميم الفلل نفس تصميم فيله ابو محمد اللي مساء زرتوها. فيها صاله ومطبخ الدور الارض وفيها ثلاث غرف في الدور الثاني اللي وردتكم اياها كلهم ماستر وفيها غرفه فوق واحده بروحها. يعني اربع غرف وفوق اربع حمامات وتحت صاله ومطبخ وحمام وغرفه غسالات. الفلل هذه كلها الجهة هذه طبعا هم اجمالي كلهم 52 فيلا كلهم مبيوعين بس باقي هذول ال17 فيلا هذول كلهم اسعارهم تبدا من 64000 اغلى واحدة توصل يمكن 70000 دينار كويتي. كلهم نفس التصميم تصميم المباني يعني البيت وكلهم فيهم مسبح لكن المساحة شوفوا مساحة الحديقة تفرق. والبيوت كلها جاهزه للسكن يعني اذا شريتها الحين تدفع الفلوس ثاني يوم تقدر هني تجي وتاثث. انا عشان كذي مساء سالت ابو محمد كم يكلف الاثاث
طبعا الاراضي تطلع فيها صك رسمي، شركه كويت انا ضل تعطيهم وكاله، هم يراجعون لك يسوون لك كل الامور هذه كلها ويطلعون لك صك باسمك. في رسوم وضرائب تندفع بالبدايه تقريبا حوالي ما ادري كم اذكرها الشباب، يمكن 3000 دينار هم يتكفلون فيها. هم مسوين عرض على اساس انهم يتكفلون فيها اذا قلت لهم عن طريق ابو سالم، وهم بعد اذا قلت لهم عن طريق ابو سالم في 2000 دينار هديه اثاث لك عانيه. كذلك هم عندهم اتفاقيه مع بنك كويت ترك اللي هو تابع لبيت التمويل الكويتي، يقدر يقصد لك المبلغ. يعني يسويها على شكل مرابح، بس كنا عندهم شرط ان لازم تدفع نص المبلغ بالبدايه والباقي كله يقصدون لك اياه بضمان البيت نفسه ياخذونه. والحين ما شاء الله خلال الايام اللي كنا موجودين هنا في اكثر من 5 اشخاص يعني تقريبا حجزوا الاراضي، لكن الجماعه ما يبيعون بالكويت، لازم تجي تشوف بعينك. الجماعه عندهم شرط انك تجي تشوف بعينك وتقتنع 100% بعدين ترد الكويت عاد توقع الاوراق وتكون مقتنع 100%. فبالتالي هم شنو خطتهم؟ يسوي يتفقون الحين معاك تحجز البيت تحجز كل شيء، يسوون رحله حمله كل اللي ناويين يشترون يجون هنا مع بعض يشوفون البيت، يشوفون البيت نفسه، تشوف بيتك نفسه، بعدين تاخذ جولة على المنطقة عندهم مثل اللي الحين احنا فيها، نشوف المطاعم، نشوف محلات الأثاث، نشوف كل شيء. إذا اقتنعت تتوكل على الله ترد الكويت وتوقع معاهم وتشتري، لأن في صار حكي واجد على موضوع اللي يشترون برا الكويت ويكون كله نصب وكذا. أنا حاولت يعني بالسنابات هذه أعطيكم الزبدة وكل شيء، إذا عندك أسئلة زيادة أو تبي يعني أي استفسار أحط لكم رقم تليفوني مني فوق، صور الشاشة ودق عليهم كلمهم. متأخر أنا على فهد. هذا البقي مال الامن هنا من دش هالحديقه هذه اللي بظهر بيت ابو محمد. لا انت سوق انت. ها ادز افا ما في بنزين ولا حبيبي؟ اذا شغلتوه نادني. ها انا بطلع على الفيلا اللي هناك. يلا روح، يلا بروح الحين يا جماعه الحديقه اللي ورا المشروع. يلا لا تدير بالك. يلا مكه. يقول مكه مكه. روح انت مشي، انت مشي. هذه ما شاء الله هذه الفلل وهذه الحديقه اللي ورا الفلل. هذه تعتبر يعني مو ملك احد، حديقه وطنيه خلينها يعني محافظه على محافظين فيها على البيئه. وطبعا ممنوع ممنوع كلش احد يقطع منها اي شجره او اي شيء. هذا الشباب جانا. وصلنا الجهه الثانيه. يقول لي هناك في فيو قوي. نبي نصور هذاك معشوقيه بروجكت. ما شاء الله يقول المنطقه هذه الحين شوي كذي يشوفون فيها خشب، لكن بالصيف سبحان الله الورق يزيد وتصير كلها خضراء مثل ما مر اخضر هني. هالي مورنينج فيري جود 100% اوكسجين. يقول الصبح الاكسجين هني ما شاء الله فعلا يا اخي، شوف دار مدارك خضار. مساء كنا نتمشى هني وشوفوا شوفوا قرب المشروع معشوقية. الحين بس لازم نركب البقي ونروح من الجهه الثانيه ندش من هناك، لان هني ما في باب واسلا. جايين حق هالفيلا، صاحبها سعودي يوم شافنا احنا موجودين دق على ابو عبد الله قال تعالوا. هذه الفيلا اللي صاير هني اخر واحدة. مقيم هني ما شاء الله ابو سلطان. اي والله. عسى الله يهنيك ما شاء الله تبارك الرحمن. الساعة مباركة. ساعتك ابرك يا حبيبنا ما شاء الله تبارك الرحمن. والله ابو سلطان مستغلها يعني اكبر صالة دخلناها. اكثر واحدة فيها غنفات ما شاء الله. عسى الله يبارك لك يا رب. نشوف المشهد من برا. اي منظرها غير وحديقتها اكبر واحدة. حيل كبيرة حديقتها والله مالت زراعة. ومشهدها ثاني، هذه الفيلا اللي الحين عليها البيع. وهذاك جبل كرتبة ايش اسمه؟ كرتبة ذاك الثلج اللي هناك. هذه الفيلا اللي مساكنه فيها هناك عند ابو محمد. يبي لها زراعة، هذه يبي لها زراعة من هالخوخ وهال الحين جبنا الحين. اي ما شاء الله حطينا اشجار. اي هني في اشجار في هذه مشمش. اي هذه كمثرى. انت جو؟ لا بعده تو كلش بعد يزهر. اذا تشوف هذا شايف ما شاء الله طيبة جدا ما شاء الله تبارك الله. شوف مباشرة سبحان الله من هذه من يعني تقريبا 6 شهور ايه بدأت تثمر. دراسة يعني دراسة دراسة للولد ايه. وايضا صار عندنا بزنس هنا. ما شاء الله عسى الله يبارك لك. عسى الله يبارك لك. وصاير المسبح الجهة الثانية. الجهة الثانية مسبح ما شاء الله صار له اقل من اسبوع. اسبوع وطلع ما
شاء الله. هم يتكفلون بالقص، يجي الصبح ويقص ها؟ ما شاء الله المسبح صاير هنا. نظام تدفئة. إيه بلغوني شبابي. ما شاء الله تبارك الله، عسى الله يزيدك من فضله إن شاء الله. إن شاء الله أبو سلطان بالجهة هذه، كل يوم يعني تشوف هالمشهد الجميل. عسى الله يغنيك يا رب بغناته. ننبسط بعد أيضا بالشروق بعد. ها يكون إيه هذه هني من هني اللي مساحة الحديقة الوطنية اللي كنا فيها، هذه كلها أشجار من هني للبحيرة. حوالي يمكن ما ادري كم كيلومتر، فكميه الاكسجين والله العظيم ابد واصله، والله بيض الله وجهك. استقبالك هذا انت وسلطان الله يبيض وجهك، الله يجزاكم خير. الله طباعهم عكس اسطنبول، يعني يختلفون عن اسطنبول، لكن هنا ودودين جدا، يحبون تعرفهم. ها ايضا بس الله يغنيك يا حبيب. انتوا اول ناس تدرون اذا في ثلج ولا ما في ثلج فوق الجبل. من الشباك ها؟ كان 22 اليوم كله شاي ما شاء الله. عسى الله يغنيك يا الحبيب، الله يغنيك. بيض وجيهكم، والله يجزاكم خير، الله يكثر خيركم ان شاء الله. عامر بهلا باذن الله. فما الله، مع السلامه. ما شاء الله ابو سلطان وسلطان مقيمين هني. سلطان يدرس لغه تركيه في جامعه سكاريا، وابو سلطان ما شاء الله عنده بزنس هني، عسى الله يغني بناته. الحين باذن الله متوجهين الى مدينه ازمت، فيها خوش مول هناك، تبعد تقريبا حوالي ربع ساعه. احنا الحين في مدينه ازمت، تبعد ربع ساعه عن مدينه صبنجة اللي كنا فيها. هذا مول جدا كبير وراي، هذا تشوفونه مول جدا كبير، هذا مول جدا كبير. وفي ناس سألوني بس أنا في مستشفى قريب، هذا بعد مستشفى خاص مشهور هني حيل وجدا كبير، ويبعد ربع ساعة عن المكان. هذا اسم المول سيمبل، وحين ادش داخل اصور لكم اياه. وهني يقول لي في هذه الماركة شو اسمها؟ كوشتاس. هذه مشهورة حق اثاث ولوازم البيت يعني بشكل عام، وهذا بعد محل سبورت هني. خلنا ندش المجمع واصور لكم اياه من داخل. سلام، يشوف نفسه بسناب، يا سلام. هذا اكبر مول هنا في المنطقه. زين، كم مول قريب من مدينه صبنجة؟ يعني ابي اقل من نص ساعه. لا، نص ساعه. السته هذول مولات كبار يعني ولا حاجه بسيطه؟ يعني زي اللي شفناه امبارح وزاد اللي امبارح. تمام، بس اللي اليوم ترى صغير. اللي اليوم زين، اليوم ده الجديد. مو محسوب اللي اليوم الصبح. الصبح لا، مش محسوب منهم طبعا. يعني معاهم يصير سبعه. نعم، حلو. والباقي السته كلهم كبار. كبار طبعا. نمر شيء اليوم بعد ثاني ولا بكره؟ نروح بكره، في مفاجآت. مفاجآت كلهم يعني بخصوص التسوق. باكر باذن الله نفس في مولات جدا قويه، وفي اوتلت قال لي مودرن ولا شيء. في بورت في حاجه بكره هنزورها ان شاء الله، فيها بورت مارينا وفيها بورت. ايه الاثنين مورين جنب بعض، حاجه عاليه جدا. ممتاز. هذا محل اللي امس الماركه التركيه اللي صورتها، وفرات يقول لي هذا احلى واحلى. خلينا ندش الحين. مثلا يا جماعه شوفوا القميص هذا، شوف الكواليتي. انزين، سعره دينارين. طلعنا من المجمع، يبون يورينا المحل الرياضي اللي هني ومحل الملابس، وفي ورا هناك محل اسمه كفتجي يوسف. مطعم كفتجي يوسف اللي هناك ما بقى واحد بالدايرك ما دز لي ابو سالم لا يطوفك. فبنسوي جوله بعدين بنروح له. هذا محل الرياضي، سوالف كامبينج وهالسوالف، دواري. المهم بشكل عام يعني هذه سليب باقات، يعني شغلات رياضية، ملابس. شوف جواتي، شوف هذه ملابس الغوص أنواعها. طبعا هي عدة الغوص والسوالف، بس لفتت انتباهي هذه جدا ثقيلة، يقول تسبح فيها حتى لو بالشتاء. شوفوا بس السماكة، يعني صراحة ربلة قوية، تلبسها هذه فوق وهذه تحت.
وهذا الثاني اللي هو كوشتش، هذا كل شيء يخص البيت. خلينا نشوفه. تقريبا كل شيء يخص البيت، كهربائيات، بعض الاثاث، فرش. خلينا نشوف الكهربائيات. هذا القسم كله اكسسوارات حمام عزكم الله، في هناك صيدليات وكذي. بس ترى ان المشروع جاي كامل بهالسوالف. من ناحيه اكسسوارات الحمام موجوده بالمشروع؟ موجوده ها؟ اكسسوارات الحمام كذي صيدليه ها؟ تمام. هذه كلها سوالف عده بانواعها حتى هني. بس هني سوالف صحي اكثر. هني كهرباء. شباب على واجهة البحيرة بالليل، الأجواء هني. الفندق اللي زرناه أول يوم تذكرون ريتشموند، هذا هو. وهذه الواجهة البحرية، يعني كراسي على البحيرة، ويقولون في مطاعم هناك. هذاك الشباب إماد متابعين بيقولوا نفسهم يشوفوا مصري يتكلم تركي بطلاقة. نابر نصنز يميسنز إن شاء الله. إياك شمدار هايدر الله، هايدر الله، هكتر الله إن شاء الله. بس عادة المصريين لما يتكلموا انجليزي ولا اي لغة ثانية يبقى فيه الاكسنت المصري. اكيد طبعا. فبالتركي موجود ولا لا؟ نادرا، يعني حاجة بسيطة جدا في بعض الحروف. مثلا ادينا كلمة كده. اول ما قريت تركية كلمة السبت بالتركي يعني جومارتسي. ايه؟ كنا بنقول عليها جومارتسي. يعني بدل ايه؟ بدل جومارتسي جومارتسي. بعض اصدقائنا المصريين اول ما جم تركيا كلمة قلب بالتركي قلب. كان بيقول عليها قلب. قلب يا قلب انت يا ابو. الواجهة كلها مطاعم. يقول لي مساء عماد المطاعم هذه بالصيف فل، حتى المكان هذا كله بالصيف فل. شوفوا هذه صبنجة بالليل. تدرون المكان اللي كل يوم اصور لكم منه ساكنين احنا؟ هذا اللي شاب ليتات اللي فوق، الليت اللي فوق هذا. سلمكم الله بيت ابو سعود خالد السنعوسي صاحب الشركه، عسى الله يبارك له يا رب. وهذه الفلل السكنيه هذه كلها اول مشروع سووه هني في صبنجة. يرحم والديك. بعد هذا الشاي رقم كم اليوم؟ 88. والله اليوم يا جماعه والله شاي. اليوم نشرب شاي ليل نهار. تنكر شاي، شربنا تنكر شاي. اي والله. جود نايت، جود نايت. تشكر دير. ما انت تشكر، ما انت تشكر. قاعدين شباب؟ ايوه. اهلا اهلا.